ليس هناك خلاف مع حزب العدالة والتنمية مباشرة فقط هذا الأمر ديال اللي وقع في وسط البرلمان هو أنه هذه مدة في النصف الأول ديال هذه الولاية كان تعديل ديال القانون الداخلي مادة 62 كان تعديل ديالها على أساس أنه يحق للفرق والمجموعات النيابية وهذه إضافة أنهم يقدموا مرشحين ويستفدوا من الرئاسات ديال اللجان البرلمانية دائماً كان اتفاق مبدئي من قبل الجميع بأنه بما أن هذا التعديل داز وبما أن هذا التعديل زكاه المجلس الدستوري بقوة بلا ما ندخل في التفاصيل لأن المجلس الدستوري جاء ليقول لي بأنه ماشي غير المجموعات اللي عندها أكثر من عشرة المجموعات اللي عندها تحت أقل من عشرة وحنا عندنا على فكرة 13 ما عندناش هذا المشكل فبالتالي كان وعد بأنه لما غنجيو لأبريل من السنه في الدخول ديال هاد الولايه مع تغيير الهياكل بانه غيتم النزول عند هاد الحق ديال حزب التقدم الاشتراكي في انه يتمتع برئاسه مع الاسف لما جينا ما بقاش نفس الكلام لذلك تكلمنا على الانقلاب ولكن انقلاب من قبل المؤسسات ديال المجلس ككل بدايه الرئاسه ديال المجلس كان عليها انها قبل ما تدخل هذا الشيء للتصويت كان عليها انها توجد توافق ماشي توجد توافق في واحد اللجان كامله سبعه ولا ثمانيه ديال اللجان وتبقى غير لجنه واحده ما فيهاش توافق كان من الضروري ان يتم التوافق بالنسبه للكل ما تمش وكانه كان هناك دفع باش يولي واحد النوع ديال المواجهه بينه وبين العداله والتنميه حنا ما عندناش مشكل مع العداله والتنميه حنا حقنا هذاك اننا نستفدوا من اللجنه، والمجلس الدستوري جاء ليقول لي بانه كاد فعلا هالتعديلات اللي دارت في القانون الداخلي كتعطي للمجموعات هذا الحق، فبالتالي اليوم حنا اللي سلبنا من هذا الحق، ماشي العداله والتنميه اللي حيدنا هنا. النظام المؤسساتي ديال المجلس كان عليه ان يعني يحترم ذلك وان يسند لنا هذه اللجنه، ليس هناك مشكل اخر. طرحنا هذا الموضوع، باقيين غنطرحوه، وغنبقاو كنطرحوه. الامر جعل انه كون استفدنا من هذه اللجنه غتحيد بالنظر النسبيه اللي غتطبق العداله والتنميه فبالتالي أعطت الصوره بانه احنا مواجهين للعداله والتنميه احنا فقط مارسنا حق مشروع لما شفنا بان ما كانش استجابه ذهبنا الى النهايه ودخلنا المعركه ديال التصويت وبالتالي الامر انتهى على هذا المستوى نسجل هذا الامر سلبا لانه مع الاسف كان يتعين التعامل البناء والايجابي معنا لم يتم هذا التعامل البناء وهذا حقنا هما طالبين من حد شهاديه والناس اللي كيديروا تاويلات اخرى ولا ذهبت الى كلام قاسي في النبي في بعض الاحيان ازاء الحزب او المناضل رشيد الحموني اللي ترشح يمكن نقول لهم بانهم على خطا تماما ويراجعوا صورهم راه القانون واضح والنظام الداخلي واضح وما كاينش مجال ابدا ديال التاويل على هذا المستوى هذا حيف حقيقي ارتكب في حزب في حق حزب التقدم الاشتراكيه وحزب التقدم الاشتراكيه ماشي العجله الاخيره ديال العربه وبالتالي يريد ان يدافع عن حقه وهذا مساله مشروعه ما تنساش تتابعونا فلاشين وتاكتبي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد